اليوم راح نحكي عن فيلم اكشن وجريمة، عنوان الفيلم بيبي درايفر السائق الصغير. يبدأ الفيلم ونشوف سيارة حمراء بالشارع واقفة امام احد البنوك، وينزل منها ثلاث لصوص محترفين، بادي ودارلينك وكريف، وراحوا للبنك، واللي كان يسوق السيارة ولد صغير منتظرهم يخلصون مهمتهم. ونشوف الولد الصغير يسمع الاغاني بالسيارة ومتونس، وبعد لحظات قليلة رجعوا اللصوص للسيارة وسارقين البنك. ويسوي الولد شغله ويسوق السيارة بكل أنحاء المدينة ويحاول يضيع الشرطة، وكانت مهارات الولد بالقيادة على مستوى عالي، وكان يسوي مناورات ويتفادى العقبات بكل سهولة. وبهالأثناء تجي مروحية الشرطة وتلاحقهم، ويوصل الولد لسيارتين حمر نفس سيارتهم، ويمرون بنفق ويخدعون الشرطة ويبدلون أماكن السيارات. وينجح الولد بالابتعاد عن الشرطة ويروح لساحة الانتظار مال سيارات، ويبدلون السيارة ويهربون. بعدها نشوف الفريق بأحد المقاهي، والولد جايب لهم قهوة، وكان ينتظرهم رجل اسمه دوك، ويعتبر دوك الرجل المهم بالفريق، ويقسم دوك أموال السرقة. وهنا كريف يسأل دوك ليش الولد دائما حاط السماعة ويسمع الموسيقى، ويحاول كريف يخوف الولد لكن يتجاهله وياخذ كل واحد نصيبه من النقود ويغادر. ودوك أخذ ثلاث أرباع حصة الولد حتى يسدد ديونه، ودوك ينطي البابي 10,000 دولار بس، وزوج من القفازات وتلفون جديد، ويقول له دوك راح اتصل بيك قريبا على مود مهمة ثانية. ويروح الولد للبيت، وكان يعيش ويا والده بالتبني اسمه جوزيف، ويحتفظ الولد بنصيبه ويخليه ويا الأموال اللي سرقهم قبل بفتحة داخل الأرضية. وجوزيف ينبه الولد بتجنب الوظائف المشبوهة لأن ما تخصه. بعدها يأخذ الولد تسجيلات لقاء ويا دوك واللصوص، ويمزج أصواتهم ويا أغنية عنده، وكان عنده كاسيتات أغاني هواي، ومن ضمن هاي الكاسيتات كان أكو كاسيت اسمه أمي، وكان الولد يتذكر لحظاته الحلوة والذكريات ويا أمه بهذا الكاسيت. وكان أبوه وأمه علاقتهم مو زينة ويتشاجرون دائما، وماتوا بحادث سيارة أثناء الشجار. بعدها راح الولد للعشاء وشاف عاملة بمطعم جميلة اسمها ديبورا، وكانت تغني أثناء عملها، ويسمعها بابي ويسجل صوتها. وهنا نشوف الولد بمتجر الموسيقى وشاف الأغنية اللي كانت تغنيها عاملة المطعم. وبيوم من الأيام يتلقى الولد مكالمة من دوك ويعرض عليه مهمة جديدة، ويروح الولد الرئيسه ويعرفه على فريق جديد، ويتساءل الفريق عن سبب استماع الولد للموسيقى باستمرار، ويقول لهم دوك هذا بسبب الحادث اللي تعرض له من كان طفل، وهذا الحادث خلى الولد مصاب بطنين الاذن، لذلك يستخدم الموسيقى حتى يسيطر على الطنين، وكانت هاي اخر مهمه يسويها الطفل لدوك حتى يسدد ديونه. ويشرح دوك الخطه للفريق بينما الولد كان يستمع لاغنيه جديده، ويعتقد الفريق ان الولد مو وياهم وما جاي يستمع للخطه. ودوك يساله بمجموعه اسئله والولد الولد يجاوب عليها بكل مثالية. وثاني يوم وصل الفريق للهدف وشافوا الشاحنة المدرعة، والولد كان ينتظر بالسيارة ويسمع الأغاني بينما يروح البقية يسرقون الشاحنة، وقدروا الفريق يقتلون حارس الشاحنة ويسرقوها ورجعوا للسيارة، ويسوق الولد السيارة ويهربون. لكن بهاي العملية بدأ واحد من فريق المشاة البحرية يلاحقهم بشاحنته، ويحاول الفريق يطلقون النار عليه، ويحاول الولد يتجنبه ويمنع الفريق من قتل أي أحد من أفراد البحرية، إلى أن تحطمت سيارته ويقود الولد السيارة على الطريق السريع، وصار ازدحام. وينزل الفريق من السيارة ويحاولون سرقة سيارة امرأة عندها طفل رضيع، ويقول واحد من الفريق أنه فقد بندقيته لكن ما يقدرون يرجعون ويأخذوها، ويقود الولد السيارة إلى موقف السيارات ويغيرون السيارة مرة ثانية. وهنا كان الفريق ضايج من بابي لأن منعهم عن قصد من قتل جند البحرية، وبابي ينكر هذا الشيء، ويرجعون للدوك حتى يقسمون الأموال. والمثير بهاي الشغلة ان الولد شاف نقص واحد من الفريق مال دوك، ودوك ينطي للولد حصته ويطلب منه التخلص من جثة الشخص المتوفي من الفريق بصندوق السيارة، ومن المحتمل الشرطة توصل للفريق بسبب بندقية الشخص المتوفي من الفريق. بعدها ياخذ الولد السيارة اللي بيها الشخص المتوفي القردة السيارات ويدمرها، لكن يستعيد ذكريات طفولته. وبهالاثناء راح الولد كالعادة للمطعم اللي تعمل به ديبورا، ويحجون عن الأغاني، وراحوا لمكان الغسالات وبقوا يحجون أكثر عن نفسهم. وبابي يقول لديبورا عن مشاكل السمعية بعد الحادث اللي فقد به أمه وأبوه. بعدها أخذ الولد بنصيحة جوزيف ويحاول يدور لنفسه عن وظيفة عادية، وتم تعيينه كصبي توصيل البيتزا، وبدأ يطلع ويتعلق ويا ديبورا أكثر من مرة. وبليلة من الليالي أخذ الولد ديبورا المطعم فاخر، وفجأة شاف دوك يقترب منه ويعرض عليه دوك يعمل من أجل السرقات الجاية، ودوك يهدد الولد بإيذاء ديبورا وجوزيف إذا رفض بابي. وثاني يوم دوك أخذ الولد المكتب البريد حتى يخططون للسرقات الجاية، ودوك يطلب منه
يدور داخل مكتب البريد ويدخل هو وسام حفيد دوك حتى يميثرون الشبهة. وهنا دخل الولد للمكتب ويحاول يدور على الكاميرات والنوافذ والعملاء، والمفاجأة انه سام يحكي للولد عن عدد الكاميرات والموظفين بالمكتب، ورجعوا لدوك حتى يحكوا له التفاصيل. بعدها اتصل الولد بديبورا ويطلب منه الهروب وياه، ويروح الولد لتخطيط عملية السرقة، وهناك يشوف بودي ويا دوك، وكان قانون دوك عدم استخدام نفس الفريق لأكثر من سرقة واحدة، ويشرح دوك خطتهم على مكتب البريد، ويطلب من العصابة يشترون أسلحة جديدة من الجزار تاجر الأسلحة، ويقودون السيارة لمكان الاجتماع، لكن بالطريق باتس يطلب من الولد توقف يم المتجر، ومن يوقفون تقول دارلينك صديقتها انه باتس يباوع لها بنظرة غريبة، وهذا الشيء خلاها غير مرتاحة، ويقول لها بادي اقتله إذا تريدين. لكن دارلينك تقول له لا تقتله قبل ما تسوي السرقة. وهنا نشوف العصابة وصلوا المستودع ويطلع لهم الجزار البنادق مالته، لكن باتس اطلق النار على الجزار وصارت معركة بالاسلحة النارية، وتصوب دارلينك بذراعه على اثرها، وقدروا يغادرون المستودع، وشمر باتس عليهم قنبلة يدوية وفجروا المكان كله. وبالطريق قرر باتس يوقفون حتى يتناولون طعام، والولد يعرف ديبارا تشتغل بهذا المطعم وكان خايف عليها من العصابة، لكن بالاخير انجبر يوقف. ودخلوا المطعم وديبورا شافت الولد قلق، وتروح ديبورا عليهم بدون ما تقول لهم انه اكو علاقة بينها وبين الولد، لكن باتس يطلع المسدس ورفض يدفع 20 دولار، والولد يوقف باتس وياخذ المسدس منه. وهنا حس باتس انه اكو معرفة بين الولد وديبورا، لذلك قرر يترك المطعم ودفع الولد الاجر، وترك رسالة لديبورا كاتب لها وقت الهروب مالتهم واللي هو الساعة 2 صباحا. بعدها رجعت العصابة لدوك وقالوا له المهمة فشلت، وكان الجزار وجماعته من رجال الشرطة وهم اللي بدوا باطلاق النار علينا. وحس دوك انه الشرطة خلال 24 ساعة راح ترسل كل قواتها عليهم، ويخطط دوك لإلغاء السرقة، لكن الفريق يبقى مصر على المخاطرة. ودوك يسأل الولد شنو راح نسوي، وبابي يقول له لازم انام وراح اسوي المهمة الصبح. بعدها حاول الولد يتسلل الساعة 2 صباحا حتى يلتقي بديبورا، لكن تم ايقافه فجأة من قبل بودي وباتس، وصاروا الاثنين يشكون بامر بابي، وسحب باتس شريط التسجيل الخاص بالولد ويضربه. بعدها يقعد الولد على طاولة دوك ويقول لدوك هاي مجرد شرائط تم اعادة مزجها ويشغلون بعضها. وبهالاثناء كانت ديبورا تنتظر الولد بالمطعم، والصبح راحت العصابة المكان للسرقة واخذوا دارلينك رهينة مزيفة. ويتسلل باتس وظل الولد ينتظر بالسيارة، لكن تشوفه امينة الصندوق اللي التقت به قبل هاي الليلة بمكتب البريد، وبابي يهز براسه الها كاشارة حتى ما تدخل المكتب، لذلك رجعت وحاولت تدخل ويا الحارس. وهنا الحارس اقترب من سيارة الولد، لكن فجأة تظهر العصابة وباتس يطلق النار على الحارس، لكن الولد يرفض يشغل السيارة ويهدد باتس بالسلاح، ويدوس الولد على البنزين بقوة وتنطلق السيارة وتنصدم شاحنة بها قضبان حديد، ويموت باتس على أثر هذا الشيء. وبعد فترة وصلت الشرطة وحاولت العصابة تهرب، وبادي ودارلينك يطلقون النار على الشرطة، ويحاول عدد من الشرطة يلحقون الولد ويهرب بأنحاء المدينة ويدخل بمركز تسوق حتى يغير مظهره، لكن الشرطة عرفوه وبدوا يلحقوه، وقدر يخرج من المبنى وسرق سيارة حتى يلحق بودي ودارلينك. وبالأثناء يصير تبادل إطلاق نار بين الشرطة ودارلينك وبودي، وقدروا الشرطة يقتلون دارلينك، وقدر الولد يسرق سيارة امرأة عجوز وحاول يلحق بدارلينك وبودي. وبالأثناء وصل الولد للبيت وشافه بحالة فوضى وجوزيف على الأرض، ويتصل الولد بديبورا، لكن رئيسه يجاوب ويقول للولد أنا جاي، واخذ الولد كل النقود المضمومة بالارضية، واخذ جوزيف لدار رعاية المسنين، ويتعذر الولد من جوزيف لان سبب له هذا الاحباط، ويحاول يغادر الولد لكن الشرطة بعدها تدور عليه. ويروح الولد للمطعم حتى يشوف ديبورا، وشاف هناك بودي، ويقول بودي للولد لازم تدفع ثمن موت دارلينك، ويهدده بقتل ديبورا باي لحظة. وهنا دخل ضابط الشرطة للحمام، حاولت واحدة من العاملات تشتت انتباه بادي، والولد طلع مسدسه واطلق النار على بادي، ويطلع الشرطي ويسأل بادي إذا كان بخير، لكن بادي يطلق النار على الشرطي ويقتله بدون خجل. وهنا بابي اتصل بدوك ويحضر دوك من الاتصال به مرة ثانية. بعدها سرق الولد سيارة 2 شباب، وقرر يروح البيت دوك ويطلب الولد من دوك يرجع له صناديق مقابل ينطي كل النقود الولد اللي جمعهن من مكتب البريد، ويرفض دوك بالبداية، لكن شاف ديبورا وياه ووافق انطي اشرطة الكاسيتات مالته، ودوك انطاه ايضا بعض النقود حتى يهرب برا البلاد. ومن رادوا يطلعون من المصعد فجأة شافوا رجال الجزار جايين يريدون يقتلوهم،
وأطلق دوك عليهم النار لكن تصوب برصاصة. وبهالأثناء يوصل بادي بسيارة الشرطة ويدعم دوك بسيارة ويقتله ويطلق النار على بادي. وركبوا الولد وديبورا بسيارة دوك ويطاردهم بادي، وقدر الولد يصدم سيارة بادي ويوقعها من الجسر. ويطلع الولد من السيارة حتى يتأكد من بادي عايش أو ميت. وفجأة يظهر بادي خلف الولد ويطلق النار بصف إذنه لأن يعرف مشكلته السمعية، وأطلق النار حتى يخلي الولد ينصاب بالطرش. وديبورا تضرب بادي من الخلف، ومن كان بادي مشغول بديبورا قدر الولد يستجمع نفسه وأخذ السلاح وأطلق النار على رجل بادي وخلاه يسقط من ارتفاع عالي على سيارته اللي احترقت ومات. ثاني يوم انطلقت ديبورا والولد برحلة، وفجأة شافوا الشرطة محاصريهم وتحاول ديبورا تهرب لكن الولد يرفض وينزل من السيارة ويستسلم للشرطة. واتهموا الولد بالسرقات وسرق أمينة الصندوق من مكتب البريد، وسرقت سيارة امرأة عجوز، وسرقت حقيبتها، وحكم عليه القاضي بالسجن 25 سنة مع إمكانية الإفراج عنه خلال 5 سنوات. وبأثناء وجود الولد بالسجن يتلقى رسائل وصور من ديبورا وتقول له على الأماكن اللي راح يزورها من يطلع السجن. وبعد 5 سنوات طلع الولد من السجن ويلتقي ويا ديبورا، وشفنا شلون تغيرت شخصية الولد بعد ما تعرف على ديبورا، لأن كانت شخصيته عبارة عن سارق وسايق مهمات سرقة وقتل. لكن الولد ورا ما تعرف على ديبورا تغيرت حياته وشخصيته للأفضل، وكره أعمال السرقة والقتل وعاش حياته كأي إنسان عادي. وهنا تكون نهاية الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ونشوفكم الأفلام الجاية. مع السلامة.